ما زلنا في هذه المتابعة مع حضراتكم، ومعنا على الهاتف السفير إبراهيم شويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك، أهلا وسهلا. سيادة السفير، يعني نتحدث اليوم على العلاقات التاريخية بين مصر والنمسا، وكان ضمن اللقاء وضمن التصريحات أن هناك عدة نقاط هامة تم طرحها. برأيك يعني مصر والنمسا كيف يمكن أن يسير معا يعني في طريق مثمر؟ أي الملفات في وجهة نظر حضرتك سوف تستمر وسوف تؤتي بثمارها؟ الحقيقة العلاقة بين مصر والنمسا علاقة قوية جدا ولها تاريخ، لها تاريخ من ايام المستشار كرايسكي. هذا امر مهم جدا جدا جدا، لان مصر تقع في وسط اوروبا ولها اتصالات بكل الدول الاوروبيه ولها اتصالات قوية جدا في الاتحاد الاوروبي. وبالتالي فانها ايضا ترى في مصر مجال كبير جدا للاستثمار، وتريد ان تستفيد من هذا الموقف. وفي التوقيت الحالي طبعا زياره أتت كان معدا لها من قبل، ولكن أتت الآن والأمور في السودان تسرع الحديث. نعم. أتصور أن كان على مائلة الحديث مع الرئيس السيسي، فإن مستشار النمسا لابد أنه طرح موضوع السودان ويرى أهمية رأي مصر في هذا الموضوع وكيفية احتواء الأزمة وكيفية عدم تأثيرها على الأوضاع في المنطقة. نعم. وبالتالي فإن الموضوع السياسي والموضوع الـ وأيضا فإن النمسا لها موقف من القضية الفلسطينية. صحيح. لها موقف مهم جدا، أنها تريد أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في المشروع وفق لقرارات الأمم المتحدة. كل هذه الأمور تجعل هذه الزيارة زيارة هامة جدا وفي منتهى الأهمية، ونرحب بالمستشار النمساوي، واتصور ان شاء الله تكون هذه زياره مثمره جدا مفيده للنمسا ومفيده لمصر. سياده السفير، يمكن هناك نقطه هامه او ملف تم طرحه، وهي طرح ملف الهجره غير الشرعيه. يعني بالتوازي تم ايضا استعراض او الحديث عن ان مصر تضم يعني داخل مواطنيها 9 مليون شخص، ويعني من جنسيات مختلفه، ويعاملون نفس المعامله للمواطن المصري. موضوع الهجرة غير القانونية ده موضوع مهم جدا تهتم به أوروبا، لأنها تريد أن تحتفظ بجنسيتها لنفسها. نعم. ولا تريد هؤلاء الذين يأتون من بلاد مختلفة لكي يشكلوا عبئا على المجتمعات هناك. وبالتالي فإن مصر الحقيقة لها موقف من الهجرة غير القانونية، وهذا أمر مهم جدا جدا جدا، لأن هذا يساعد أوروبا على تسوية أمورها والبعد عن اللاجئين، لأن في بلاد أوروبية يعتبرونهم لاجئين، ولكن في مصر يعتبر لا نعتبرهم لاجئين، ونقدم لهم خدمات ونقدم لهم مساعدات على أنهم من أهل البلد، ويتمتعون بحقوق كثيرة جدا لا يتمتعون بها في أوروبا. وبالتالي فإن هذا الموضوع لابد أنه تم مناقشته، وأتصور أن الرئيس النمساوي المستشار النمساوي قدم الشكر لمصر على ما تقدمه للوافدين إليها وعدم اعتبارهم لاجئين وتسهيل أمورهم، وأن هذا أمر مهم جدا، وأنها تساعد على عدم خروج لاجئين منها إلى دول أخرى. هذا أمر مهم جدا حقيقة. نعم. معالي السفير، أيضا يعني مصر دائما تحرص على علاقاتها بالغرب، ودائما ما تبدأ يعني أو تمد يدها دائما بزيارة وبالسلام لإيجاد مصالح مشتركة تعود على مصر بالنفع. كان للرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة لفيينا عام 2018، كيف ترى تأثير هذه الزيارة في الوقت الحالي؟ الحقيقة الرئيس السيسي يعني زار دول كثيرة جدا، وكان حريصا على أن يزور جميع دول أوروبا وأن يتحدث مع قادتها، لأن هذا أمر مهم جدا. أوروبا هي قلب العالم، وأوروبا التفاهم معها مهم جدا، لأنه يتصل بالاستثمار ويتصل بالتعليم ويتصل بالصحة ويتصل بأمور كثيرة جدا. هذه الزيارة تدل على أنه كان يريد أن يمد
يد التعاون الى النمسا والى غيرها من الدول الاوروبيه. وبالتالي فان الزياره في 2018 كانت زياره هامه جدا ولا زالت اثارها موجوده وهذا رد يكون موجود جدا. نعم. يعني سعاده السفير ايضا يعني تم الحديث عن نقاط هامه، وبما ان مصر لها دور محوري في القاره الافريقيه وفي العالم العربي بشكل عام، يعني وهناك ايضا الكثير من ما يحدث ويدور بالجوار يعني بجوار مصر، ملفات عده سواء الملف الليبي او يعني القضيه الفلسطينيه او ما يدور من مستجدات حاليا في السودان. كيف ترى تقييم الجانب النمساوي لدور مصر وسط هذه الحروب وسط هذه المناوشات التي يعني تدور في الجوار لمصر؟ المستشار النمساوي كان حريصا تماما على زيارة مصر، وأنه لابد من له أن يأتي إلى مصر باعتبارها هي حجر الزاوية في المنطقة، لأن لا دور في العالم العربي دور مهم ولا دور في الإطار الأفريقي، وبالنسبة للمشكلة الفلسطينية بالذات لها موقف مستمر ومساند للقضية الفلسطينية للحقوق على الحقوق المشروعة التي هي قرارات من الأمم المتحدة ومنها النمسا التي تؤيد حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. وبالتالي فإن هذه الزيارة زيارة تأتي بهذا الإطار، وإطار أن مصر لها دور في كل مشاكل المنطقة العربية والأفريقية، وتساند كل الدول التي تريد التحرر وتريد التنمية. نعم. جزيل الشكر لك سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق.